وزير الداخلية اللبناني يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي لبحث حوادث اقتحام مودعين لفروع البنوك. الأمم المتحدة تعتزم إرسال بعثة إلى إزيوم الأوكرانية للتحقيق في ادعاءات حول مقابر جماعية. مشروع قانون بالكونغرس الأمريكي يستهدف قطاع الطاقة الإيراني، وإيران تؤكد أن إبطال العقوبات الأمريكية يتطلب حلولا جديدة. نشرة أخبار جديدة من قناة نيل، أهلا بكم. دعا وزير الداخلية اللبناني إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي لبحث تزايد عمليات اقتحام المودعين لفروع عدد من المصارف في البلاد. وشهدت فروع عدة مصارف سلسلة من الاقتحامات في مناطق متفرقة من بيروت والضواحي، قام بها مودعون للحصول على جزء من ودائعهم لدى البنوك. وسط حالة من الإحباط بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، تتزايد حالات اقتحام المودعين لفروع المصارف المختلفة للمطالبة باستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي. شرارة الاقتحامات وغضب المودعين من المصارف التي يصفونها بأوكار القهر لحجزها أموال الناس بدأ يتمدد من العاصمة بيروت إلى الجنوب اللبناني مع اقتحام 10 مصارف لبنانية الجمعة بقوة السلاح. في مفردة مشهد الجمعة اقتحم مودعون فروعا لمصارف في صيدا وبيروت والغازية جنوبي لبنان، ما دفع البنوك إلى الإعلان عن غلق أبوابها لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين عليها. من جانبها حثت جمعية مصارف لبنان السلطات على محاسبة المتورطين في اعتداءات لفظية وجسدية على البنوك، مؤكدة أن المصارف لن تتساهل مع تلك الحوادث. وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف عام 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالعملات الصعبة، مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90% أمام الدولار. وصنف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. وشهدت قاعة الانتظار في المصارف اللبنانية خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات الإدارة، تاركين الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف الاحتياجات الأساسية. ولم يتم تقنين وضع ضوابط لرؤوس الأموال، لكن المحاكم اللبنانية بطيئة في إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم عن طريق رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، ما دفع البعض للبحث عن طرق بديلة للحصول على أموالهم. تكرار حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد ويفاقم من أزماتها الاقتصادية في ظل حالة إحباط في أوساط المواطنين بسبب الانهيار الحالي المتفاقم دون نهاية تلوح في الأفق. المزيد من المتابعة معنا هاتفين الأستاذ ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام. أستاذ ماهر، يعني برأيك ما مدى خطورة ما يحدث الآن في لبنان من اقتحامات لعدد من البنوك؟ وضع يعني خطير بدرجة عالية جدا، وهناك عدم استقرار في المصارف اللبنانية وفي حركة التعامل داخل المصارف اللبنانية، سواء داخل المصارف أو حتى خارجها. المتعارف عليه أن المصارف اللبنانية يجب أن تؤدي خدمات طبيعية للمواطن اللبناني أو للمودع، لكن منذ عام 2019 ومنذ القرارات التي تتعلق بتجميد أموال المودعين في البنوك أصبحت العلاقة شائكة بين المودعين وبين البنوك، وهناك قضايا في المحاكم وهناك محاولات عنف ولجوء البعض إلى اقتحام المصارف للمطالبة بالودائع الموجودة داخلها. المصارف أحيانا يعني تستجيب لهذه العمليات، عمليات الاقتحام، وتمنح المقتحم جزء من الوديعة حتى تعرض سلامة العاملين أو سلامة الموظفين إلى الخطر. لكن اليوم تزامن تنفيذ عدد من المحاولات في اقتحام المصارف بشكل متزامن
مما يعني أجبر الحكومة اللبنانية أو جمعية المصارف اللبنانية لاتخاذ قرار بإغلاق المصارف 3 أيام، وهو ليس حلا، والأزمة سوف تستمر طالما يعني أموال المودعين لم يحصل عليها المودع. نعم. طب يعني وزير الداخلية اللبناني دعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلية، ماذا عن التحرك السياسي والحكومي لاحتواء هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد؟ الأزمة السياسية كبيرة جدا. حكومة في لبنان يعني لم ينجح حتى الآن رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة رغم تكليفه بذلك، ويعني اتفاق مع رئيس الجمهورية، لكن هناك عقبات في تشكيل الحكومة، والحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال. في 17 أكتوبر المقبل تنتهي ولاية الرئيس الجمهورية الحالي العماد ميشيل عون، ولا هناك لا توجد أي بوادر ملء الفراغ الرئاسي، ومن المرجح وفقا للتوقعات الداخل لبنان أن يستمر الفراغ الرئاسي وهناك حكومة تصريف أعمال. أصبح الوضع السياسي في لبنان وضع يعني ضعيف جدا ووضع هش وغير قادر على إنتاج حلول للأزمات القائمة في لبنان، ومن بينها حكومة، ومن بينها يعني مشكلة المصارف اللبنانية، لأن المصارف تحتاج إلى يعني عشرات المليارات من الدولارات لتلبية أو لتلبية العجز الكبير في الحسابات في مصرف لبنان المركزي، وهي أموال مستحقة للمودعين. وطبعا المودع ليس له أي ذنب في أن أمواله تبعثرت بسبب القرارات السياسية والإجراءات الاقتصادية غير المدروسة التي أقدمت عليها الحكومات المتعاقبة في لبنان، وكانت النتيجة هذا الوضع الاقتصادي المأساوي، ويعني فقدان العملة الوطنية اللبنانية إلى يعني ما يزيد عن 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وهي أعباء اقتصادية صعبة لا يتحملها المواطن اللبناني محدود الدخل أو حتى متوسط الدخل. وأعتقد أن الأزمة قائمة، وداخل لبنان أزمة محتدمة على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على الوضع الأمني. نعم، أشكرك أستاذ ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام. يستكمل مجلس النواب اللبناني في جلسته العامة اليوم برئاسة نبيه بري وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، وشهدت جلسة أمس انتقادات موجهة من النواب لمشروع قانون الموازنة وخصوصا البنود المتعلقة بالضرائب والإيرادات الضريبية، فضلا عن عدم الاتفاق على سعر صرف موحد للدولار. وفي كلمته أمام مجلس النواب اللبناني قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن عددا من المدن اللبنانية لا سيما طرابلس تعاني نقصا حادا في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. كما أعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله في أن يقر البرلمان اللبناني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري. كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة لعدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة والذين يخضعون للعلاج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة، وقد أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بشمال سيناء للاطمئنان على حالتهم الصحية. واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال. تستضيف أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فريق التدريب المتنقل البريطاني، وذلك لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط القوات المسلحة في مجالي الدفاع والأمن والتي استمرت لعدة أيام. وتضمنت الدورة التدريبية إلقاء عدد من المحاضرات مدعومة بالعروض التقديمية في مختلف موضوعات الدفاع والأمن، مما يساهم في صقل مهارات المتدربين ويعظم من إمكانياتهم وقدراتهم في هذه المجالات.
تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 310 أطنان مواد غذائية وغير غذائية في حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار تزيد على السعر الرسمي. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 193 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية والغير غذائية تم ضبط قرابة 112 طنا. كما تم ضبط 713 قضية في مجال المخابز، بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و65 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلنت مفوضيات الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تريد أن ترسل قريبا جدا بعثة إلى مدينة إزيوم الأوكرانية للتحقق من ادعاءات السلطات الأوكرانية حول وجود مقبرة جماعية فيها وبحدوث تصفيات. في غضون ذلك، قال قائد الشرطة الأوكرانية أن معظم المدفونين في المقبرة ويبلغ عددهم 440 جثة هم من المدنيين. لم تكن الواقعة الأولى ولا الثانية، بل هي الثالثة من نوعها التي تعلن فيها السلطات الأوكرانية اكتشاف مقابر جماعية في المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية. فبعد بوتشا وماريوبول جاءت المقابر الجديدة في مدينة إيزيوم التي نجحت القوات الأوكرانية في استعادة السيطرة عليها شمال شرقي البلاد. بلغ عدد المقابر الجماعية الجديدة أكثر من 440 مقبرة، الأمر الذي اعتبرته السلطات الأوكرانية جريمة حرب، ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمحاسبة القوات الروسية. تم العثور على مقبرة جماعية بمدينة إيزيوم في منطقة خاركييف. جرى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوثيق الحدث بوجود الصحفيين المحليين والدوليين، فنحن نرغب في أن يعرف العالم ما الذي يحدث حقيقة هنا وما فعلته القوات الروسية في بوتشا وماريوبول ولسوء الحظ في إيزيوم أيضا. إن القوات الروسية مسؤولة عن هذه الأحداث، وإنه يجب على العالم محاسبة روسيا بالفعل عن هذا القتال. وفي أول رد فعل دولي، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رغبتها في إرسال بعثة إلى إيزيوم الأوكرانية قريبا للتحقق مما أعلنت عنه السلطات الأوكرانية وتحديد ظروف مقتل الأشخاص الذين عثر على جثثهم في المدينة. الجانب الروسي اعتاد خلال عمليات العسكرية في روسيا التي بدأت في 24 من فبراير الماضي نفي صحة أي اتهامات موجهة إلى قوات الجيش باستهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب. وبين الادعاء والنفي، تبدو المقابر الجماعية في أوكرانيا مرشحة للزيادة مع استمرار القتال بين القوات الروسية والأوكرانية واكتفاء المجتمع الدولي بتوثيق الأمور تمهيدا لمحاسبة لا موعد لها. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف استهداف 9 مراكز قيادة في عدة مناطق بدونيتسك وزابوريجيا ونيكولايف، إلى جانب 65 وحدة مدفعية ومناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة أخرى. كما أشار كوناشينكوف بأن خسائر أوكرانيا بلغت أكثر من 400 جندي بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة الماضية. قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية كان فعالا للغاية. كما أعرب عن سعادته لقدرة القوات المسلحة الأوكرانية على استعادة أرضها والهجوم أيضا خلف الخطوط الروسية، مضيفا أنه يجب على الدول الاستعداد لحرب طويلة لأن هذا لا يشير إلى بداية نهاية الصراع.
حث منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي الصين على عدم تقديم مساعدات عسكرية إلى موسكو في حربها ضد كييف. وفي سياق متصل أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إلى وجود معلومات تفيد بأن روسيا كانت تسعى للحصول على مساعدات عسكرية من الصين، محذرا من أن بكين ستدفع ثمنا باهظا في حال القيام بذلك. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بأوزبكستان بما أسماه مراكز النفوذ الجديدة. وأكد بوتين أن الدور المتعاظم لمراكز النفوذ الجديدة يتضح بشكل متزايد، مشددا على أن التعاون بين بلدان منظمة شنغهاي للتعاون خلافا للدول الغربية يستند إلى مبادئ مجردة من أي أنانية. وتسعى روسيا في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز روابطها مع الدول الآسيوية فيما تعاني من عقوبات غربية فرضت عليها إثر غزوها أوكرانيا، حيث يواجه الجيش الروسي صعوبات. ومن جانبه دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العمل على قيام نظام دولي يسير في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية، كما أكد خلال القمة الرامية إلى تشكيل قطب مواجه للغرب ضرورة تعزيز القيم البشرية المشتركة والتخلي عن السياسة القائمة على تشكيل كتل. وأكد كذلك على ضرورة الدفاع بحزم عن النظام العالمي الذي يضع الأمم المتحدة في صلبه فضلا عن نظام عالمي يستند إلى القانون الدولي. ومعنا هاتفيا الدكتور اسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدوليه. دكتور اسماعيل، يعني هل يمكن القول ان منظمه شنغهاي للتعاون بدات في تنفيذ استراتيجيه التعدديه القطبيه، وهل ستنجح روسيا والصين بالفعل في تشكيل تحالف لمواجهه الغرب؟ تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. يعني مما لا شك فيه انه منظمه شنغهاي للتعاون وهي تضم يعني عدد من الدول الاسيويه يعني تمتلك أكثر من نصف عدد سكان العالم، منظمة لها ثقل اقتصادي كبير، إضافة إلى أنه يعني في الفترة الأخيرة برزت الأهداف الحقيقية للدولة الصينية وروسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، ومحاولة إرسال عدد كبير من الرسائل زادت من أهمية هذه المنظمة، خاصة فيما يمكن أن يرسل للغرب والولايات المتحدة الأمريكية من عدم إمكانياتها عزل روسيا أو تطبيق عقوبات أحادية الجانب على روسيا وعزلها بشكل كامل. روسيا تريد أن ترسل رسالة قوية إلى الغرب والولايات المتحدة أن هناك بدائل أخرى، هناك دول أخرى، هناك عدد كبير من الدول ترفض الهيمنة الأمريكية وتسعى إلى يعني أن تكون في نظام متعدد الأقطاب. كذلك الصين التي لها يعني مشاكل حقيقية فيما يخص تايوان والدعم الأمريكي للجزيرة المهمة التي يعني تصر الصين أن تكون داخل الصين الواحدة، وهي تسعى بالتالي إلى أن تكون ضمن يعني نظام أكثر عدلا، نظام عالمي يتعدد فيه الأقطاب ولا ينطوي تحت القيادة الأمريكية الأحادية التي كما وصفها الرئيس الصيني لم تعد عادلة بقدر كافي، ويريد أن يكون هناك نظاما عالميا أكثر عدلا. إضافة إلى يعني هذه القمة في سمرقند وهي تحظى باهتمام بالغ في الغرب ودول العالم بانضمام إيران ووجود تركيا، كل هذه الدول باستطاعتها أن يعني أن تكون رسالة قوية للولايات المتحدة والغرب بأن هناك دول تدعم المواقف الروسية وتدعم المواقف الصينية فيما يمكن أن يقال ضد الهيمنة الأمريكية والغربية على مقاليد النظام العالمي ومؤسساته التي تتصف بعدم العدالة. نعم، أشكرك دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. ومن جانبها اعتبرت حكومة تايوان أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضر بالسلام الدولي، وذلك عقب لقاء عقده الرئيس الصيني مع نظيره الروسي في أوزبكستان.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن تايوان تدين بشدة روسيا لتأييدها الصين في تصريحاتها خلال لقاءات دولية تسيء إلى سيادة تايوان، ما يثبت بشكل واف الضرر الذي يلحقه التحالف بين الدولتين بالسلام الدولي والاستقرار والديمقراطية والحرية بحسب البيان. قال رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إبطال العقوبات الأمريكية شديدة القسوة على بلاده يتطلب حلولا جديدة، مؤكدا أن منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تتحدى النزعة الأحادية لواشنطن. يأتي هذا فيما قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات الأمريكية على طهران. وأوضح النواب أن التشريع الذي يحمل عنوان قانون ترسيخ العقوبات على طهران سيخلق رادعا ضروريا من خلال استهداف قطاع الطاقة في إيران، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يفرض عقوبات فيما يتعلق ببرامج الأسلحة غير المشروعة الإيرانية وتطوير الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية، بما في ذلك الحرس الثوري، ما يجعل تمويل العمليات الإرهابية أمرا أكثر صعوبة. أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مقتل 136 جنديا أرمينيا على الأقل هذا الأسبوع في أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب عام 2020، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجانبين إلى أكثر من 200. توقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان، لكن السلام المفقود بينهما لم يهيئ للحرب أن تضع أوزارها بعد. أكثر من 200 قتيل من القوات الأرمينية والأذرية سقطوا خلال يومين فقط في أسوأ مواجهات حدودية بين الدولتين منذ الحرب التي اندلعت بين باماكو ويريفان عام 2020، وسقط فيها أكثر من 6000 قتيل خلال 6 أسابيع فقط. الأمم المتحدة رحبت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي، داعية أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بالاتفاق. نحث الجانبين على الالتزام بوقف إطلاق النار لتهدئة التوتر الحدودي بينهما. إن التوتر بين أرمينيا وأذربيجان يتسبب في عدم استقرار المنطقة، لذا من المهم أن تساهم كل الأطراف في اتخاذ إجراءات بناءة للضغط على الجانبين إرساء للسلام. وزارة الخارجية الروسية دعت باماكو ويريفان إلى مراعاة وقف إطلاق النار وضبط النفس، فلدى موسكو علاقات قوية مع أرمينيا التي تستضيف قاعدة روسية عسكرية على أراضيها، كما تمتلك موسكو أيضا مصالح اقتصادية مؤثرة تعتمد على مصادر الطاقة الطبيعية. الخارجية الأمريكية رحبت بوقف إطلاق النار داعية أذربيجان وأرمينيا إلى الالتزام به، كما دعت واشنطن الجانبين إلى التوصل لاتفاق سلام نهائي، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للصراع بينهما. السلام أيضا كان الهدف الأساسي لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينان الذي أبدى صراحة أمام البرلمان استعداد بلاده للاعتراف بسيادة أذربيجان في إجراء قد يشير ضمنيا إلى قبول باشينان بالاعتراف بسيادة باماكو على أراض سيطرت عليها في اشتباكات مع القوات الأرمينية. لكن المعارضة الأرمينية استقبلت خطاب رئيس الوزراء بالرفض، واتهمت نيكول باستعدادها لتقديم تنازل مؤلم مفاده الاعتراف بسيادة أذربيجان على إقليم ناغورنو كاراباخ الذي ألحقته السلطات السوفيتية بأذربيجان عام 1921، لكن الإقليم ذي الأغلبية الأرمينية أعلن استقلاله من جانب واحد خلال 1991 بدعم من أرمينيا، ودخلت أرمينيا وأذربيجان في حرب مريرة خلفت 30,000 قتيل من الجانبين. قالت الرئاسة القرغيزية في بيان إن زعيمي طاجكستان وقرغيزستان اتفقا على الطلب من الهيئات ذات الصلة وقف إطلاق النار وسحب القوات والعتاد من خط المواجهة، وذلك بعد إعلان سلطات قرغيزستان عن التوصل لوقف لإطلاق النار. من جانبها دعت روسيا الدولتين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف التصعيد عند الحدود بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى. وتبادلت الدولتان الاتهامات باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وقذائف المورتر في تصعيد للصراع الحدودي الذي أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 27 منذ اندلاع القتال قبل يومين.
أعلنت الشرطة البريطانية أن شرطيين اثنين تعرضا للطعن في وسط لندن، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على رجل للاشتباه في مسؤوليته عن الحادث الذي وقع على بعد أقل من ميل من المكان الذي يسجى فيه جثمان الملكة الراحلة قبيل مراسم الدفن المقررة الاثنين. عودة للشأن المحلي، حيث انطلقت فعاليات الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة رئيس البرلمان العربي وأعضاء المرصد، ولمتابعة آخر المستجدات حول ملف حقوق الإنسان في العالم العربي وأثر الأزمة الاقتصادية العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. لمتابعة ملف حقوق الإنسان في الوطن العربي، انطلقت فعاليات أعمال الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة رئيس البرلمان العربي ومشاركة أعضاء المرصد. يوما بعد يوم يرسخ المرصد العربي وجوده ودوره خدمة للمواطن العربي وتعزيزا لثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، ويظهر دوره جليا في إيضاح الحقائق أمام الرأي العام العربي والعالم أجمع بشأن التعامل المسيس مع قضايا حقوق مع قضايا العالم العربي، والأهم تبادل الخبرات والممارسات العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. خلال الاجتماع تم مناقشة التحديات الحالية أمام ملف حقوق الإنسان وآثار الأزمات العالمية عليه. عندنا جدول أعمالنا يعني حافل بالمواضيع المهمة للمواطن العربي وللدول العربية، خاصة أنه اليوم في عندنا إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، وكمان أنه رايحين نضع على طاولة الاجتماع كمان الشراكات مع المؤسسات ومراكز وهيئات حقوق الإنسان في الوطن العربي والبرلمانات العربية. أكد المرصد العربي على رفضه لأي تدخلات خارجية تحت ذريعة الحفاظ على حقوق الإنسان في العالم العربي، وأن المرصد يسعى لإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان والتي تشمل مؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية لإبراز الجهود العربية المتميزة في قضايا حقوق الإنسان. يعد ملف حقوق الإنسان من أهم الملفات على الساحة العربية، والذي يسعى من خلاله البرلمان العربي لمواجهة التحديات الحالية، حيث تعد التحركات الدبلوماسية للبرلمان العربي من أهم القوى الداعمة لملف حقوق الإنسان في العالم العربي. منذر أبو دوح، النيل. ومشاهدينا الكرام، نتابع الآن وصول الأمير تشارلز وزوجته إلى ويلز. في أول زيارة له بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وفي أخبارنا نتابع بعد قليل. المستشار الألماني أولاف شولتس يقول إن بلاده يجب أن تصبح القوة المسلحة الأفضل تجهيزا في أوروبا. على مر العصور تسجيل التاريخ والأحداث والمعلومات كان بهدف التخليد والمعرفة. قدماء المصريين سجلوا تاريخهم على جدران المعابد، عشان كده وصل لنا وعرفناه. الأهرامات متسجلة بأسماء الملوك اللي بنوها من زمان، وإحنا بنسجل تاريخنا وممتلكاتنا. مفيش حاجة تسجلت وضاعت عشان سجلناها في الوقت المناسب. الأغنية، شهادة الميلاد، حتى أرقام تليفوناتنا، فما بالكم بأصولنا وممتلكاتنا. سجل بيتك وأرضك عشان تحفظ حقك وتستفيد من ممتلكاتك. لو سجلت بيتك أرضك تقدر تطور نفسك، تاخد قرض، تستثمر، تزود دخل. سجل وبلاش تأجل. وإلى قراءة اقتصادية لأهم مستجدات عالم المال والأعمال بصحبة حنان الخولي. إليك يا حنان. شكرا لك فؤاد. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشاط الاقتصادية، وأهم ما فيها: الكهرباء والقوات المسلحة تبحثان سبل الاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة. التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر مع مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لواء أركان حرب بكر محمد البيومي. تناول اللقاء استعراض إمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقا للمقاييس العالمية، وكذلك تأمين البنية التحتية المعلوماتية للجهات المعنية بالمرافق الحيوية، وإنشاء وتجهيز غرف ومراكز الطوارئ والعمليات لمواجهة التهديدات ومخاطر الأمن السبراني. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الحكومة تسعى جاهدة لتهيئة مناخ الأعمال في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة، حيث استعرض فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين القاهرة وبرلين. تناول اللقاء أبرز مجالات التعاون والتي تتضمن إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتصنيع الهيدروجين لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج. أعلن وزير البترول طارق الملا أن قطاعات الطاقة حول العالم واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة مع تسبب جائحة كورونا في تذبذبات كبيرة في الأسواق. وخلال كلمته أمام الاجتماع التنسيقي الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز للتحضير لقمة المناخ التي تستضيفها مصر، أكد الملا أن الأحداث العالمية عززت أهمية ودور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمية. وأضاف الوزير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحقيق فائض للتصدير، ومشيرا في الوقت ذاته إلى التوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية. قام وزير النقل طارق أو كامل الوزير عفوا بجولة تابع خلالها معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في الوجه البحري. شملت جولة الوزير عددا من المشروعات بمحافظتي الشرقية والدقهلية، حيث تابع تطوير شبكة الطرق التي تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن المحافظات لها دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي. أضاف الوزير أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تؤكد قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي. إلى الصين، حيث أدهر اقتصادها متانة مفاجئة في أغسطس مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، لكن الركود العقاري المتزايد أثر على أفاق الاقتصاد. ونما الناتج الصناعي بنسبة 4.2% في أغسطس عنه قبل عام، وهي أسرع وتيرة منذ مارس، كما ارتفعت مبيعات التجزئة ب 5.4% عنها قبل عام، وهي أسرع وتيرة في 6 أشهر. في المقابل، تراجعت الاستثمارات العقارية الشهر الماضي ب 13.8%، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2021. في أسواق البترول العالمية، شهدت أسعار النفط استقرارا إلى حد كبير، لكنها تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود. وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3% لتصل إلى 91.9 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا وبنسبة 0.1% مسجلة 85.21 دولار. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين. وقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، وصل إلى 1661.97 دولار للأوقية، لتنخفض الأسعار بنسبة 3.2% منذ بداية الأسبوع. أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.9%، وهبط البلاتين 1.7%، وانخفض البلاديوم 1.7%. بأسعار المعادن والبترول وصلنا مشاهدينا لختام النشرة الاقتصادية. شكرا للمتابعة، وإليك فؤاد بانوراما. شكرا لك يا حنان. اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده يجب أن تصبح القوة المسلحة الأفضل تجهيزا في أوروبا، داعيا إلى زيادة نفوذ الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي ناتو. جاء ذلك في كلمة له أمام ضباط في الجيش الألماني في برلين، حيث أشار إلى أن بلاده هي الأكثر تعدادا سكانيا وتتمتع بأكبر قوة اقتصادية في القارة. وشكلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منعطفا في السياسة الدفاعية الألمانية، وحمل برلين على إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتجديد معدات الجيش وتحديث استراتيجياته. لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة ضربت وسط إيطاليا من ليل الخميس حتى مساء الجمعة، كما فقد 4 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات في الشوارع والمنازل. وتسببت الأمطار الغزيرة في حرمان عدد من الأحياء من التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات، كما أغلقت المدارس أبوابها في المناطق الأكثر تضررا. وأظهرت لقطات نشرتها فرق الطوارئ رجال إنقاذ على طوافات يحاولون إجلاء الناس في إحدى البلدات الساحلية، بينما يحاول آخرون إزالة الأنقاض من أحد الأنفاق. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معظم مناطق في باكستان منذ منتصف يونيو الماضي إلى نحو 1500 قتيلا. في وقت تتطلع فيه السلطات الباكستانية لتعزيز جهود الإغاثة لدعم الملايين الذين تضرروا من جراء كارثة التغيرات المناخية، أظهرت بيانات أن عدد ضحايا الفيضانات التي لم يسبق أن غمرت مساحات شاسعة في باكستان على هذا النحو ارتفع لما يقرب من 1500 شخص، وتسببت الفيضانات التي نتجت عن أمطار موسمية قياسية وذوبان للجليد في الجبال الشمالية في إلحاق أضرار بنحو 33 مليون شخص
من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 220 مليونا، كما تسببت في خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار. وفي أول تحديث لحصيلة الضحايا على مستوى البلاد منذ 9 سبتمبر، قالت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث أن هذه الفترة شهدت تسجيل 90 حالة وفاة جديدة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية أقامت السلطات حواجز لمنع مياه الفيضانات من الوصول إلى المؤسسات الرئيسية مثل محطات الطاقة فضلا عن المنازل، ويواجه المزارعون خطرا جديدا مع بدء نفاد الأعلاف. وأرجعت الحكومة والأمم المتحدة ارتفاع مناسيب المياه إلى تغير المناخ، حيث سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية مرتفعة في الصيف، مما دفع الآلاف للنزوح عن منازلهم والإقامة في خيام أو على طول الطرق السريعة في العراء. وذكرت وزارة الخارجية أن طائرات إغاثة من عدة دول وصلت إلى باكستان، فيما تعمل الأمم المتحدة على تقييم احتياجات إعادة الإعمار. وأعود من جديد إلى ويلز، حيث وصل الأمير تشارلز وزوجته إلى هناك في أول زيارة له إلى هناك بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. نتابع الآن لقطات حية لوصول الملك تشارلز وزوجته إلى ويلز في أول زيارة له كملك لبريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وكان الملك تشارلز أميرا لويلز لأكثر من 50 عاما، ومن المقرر أن يزور اليوم البرلمان. وقلعة كارديف. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه حشود البريطانيين إلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة إليزابيث الثانية في قصر ويستمنستر حتى موعد الجنازة الرسمية الاثنين القادم. تتجه الأنظار إلى بريطانيا الاثنين المقبل لمتابعة جنازة الملكة إليزابيث الثانية بحضور رؤساء دول وحكومات العالم وسط مراسم تاريخية. يأتي هذا فيما يقف البريطانيون في طابور طويل يمتد أميالا انتظارا لدورهم في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش الملكة الراحلة في ويستمنستر. جسر بريطانيا سقط هو عنوان بروتوكول وضع قبل 60 عاما لتنظيم مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية. فوسط مراسم تاريخية تجمع مئات الآلاف من المعزين لتقديم احترامهم وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان في القاعة الكبرى قاعة ويستمنستر. وللتسهيل على المواطنين نشرت الحكومة البريطانية متتبعا إلكترونيا مباشرا لصف الانتظار يمكن للأشخاص متابعته على موقع يوتيوب لمعرفة إلى أين وصل. كما نشرت أيضا دليل مشاهدة التابوت ليوضح للجمهور ما الذي يجب وينصح إحضاره معهم أثناء الانتظار وما لا يمكنهم حمله معهم. وسيتمكن أفراد الجمهور من المرور بجوار تابوت الملكة المغلق الذي يقع على منصة مرتفعة متحركة تعرف باسم كات فالك. وسيظل نعش الملكة مسجى أمام الجمهور اليوم في قاعة ويستمنستر، حيث سيتمكن الناس من تقديم احترامهم. الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا وصلا إلى ويلز
والتي تعد آخر محطة له في زيارته الملكية للأمم الأربع التي تشكل المملكة المتحدة. ومن المقرر أن يظل نعش الملكة إليزابيث السبت مسجى لليوم الثالث على التوالي في قاعة ويستمينستر، وسيكون يوم الأحد المقبل آخر أيام بقاء نعش الملكة، حيث تقام دقيقة صمت في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الساعة 10 مساء. يوم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث سيكون يوم الاثنين القادم، حيث تتجه أنظار العالم إلى بريطانيا لمتابعة الجنازة بحضور رؤساء ودول الحكومات. ومن هنا ستنتهي فترة وضع تابوت الملكة، حيث يتم نقل النعش في موكب من قصر ويستمينستر إلى كنيسة دير ويستمينستر، حيث ستبدأ الجنازة الرسمية، وسيكون من بين الضيوف أفراد من عائلة الملكة وكبار السياسيين في المملكة المتحدة ورؤساء دول من جميع أنحاء العالم وممثلين عن المؤسسات الخيرية التي دعمتها الملكة. وبعد الجنازة سيسافر النعش في موكب رسمي من كنيسة دير ويستمينستر إلى ويلينغتون أرك، ومن هناك سيسافر إلى قلعة وينسور. بعد ذلك سيتم حمل الجثمان على طول مسيرة طويلة إلى كنيسة القديس جورج داخل قلعة وينسور، حيث سيقام القداس الجنائزي. وختاما لهذه الساعة أبرز العناوين: وزير الداخلية اللبناني يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي لبحث حوادث اقتحام مودعين لفروع البنوك. الأمم المتحدة تعتزم إرسال بعثة إلى إزيوم الأوكرانية للتحقيق في ادعاءات حول مقابر جماعية. ومشروع قانون بالكونغرس الأمريكي يستهدف قطاع الطاقة الإيراني، وإيران تؤكد أن إبطال العقوبات الأمريكية عليها يتطلب حلولا جديدة. وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.